ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا. وزي ما قلت لكم في الانترو ان الحلقه دي بمناسبه خاصه وهي المولد النبوي الشريف، علشان كده منورنا الداعية الاسلامي اسلام شعيب. ازيك اسلام؟ اهلا وسهلا. ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. في البدايه يا رب. عايزين نتكلم طبعا، يعني احلى الكلام واحلى المواضيع وهو المولد النبوي الشريف، فعايزين كده تبتدي لنا الكلام عن الفتره اللي كان فيها الشباب اللي موجودين في الوقت ده، وكانوا طبعا هم ليهم تاثير قوي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. طبعا يقولوا يعني احلى الكلام كلام كتير، لكن احلى الكلام هو كلام عن اللي بيروي عطش ارواحنا النبي صلى الله عليه وسلم، لانه احب الخلق الى الله، فالكلام عنه مميز والكلام عنه بيروي الروح والقلوب. واحنا في مولد النبي عليه الصلاه والسلام وارتباطه بموضوع الشباب، مولد الرسول مش مجرد احتفاليه بيوم تولد في حضره النبي، ولكن هو ذكرى بتفكرنا بايه؟ بان انا لازم كل فتره يبقى لي ميلاد جديد، ميلاد مختلف. يعني هو كميلاد الرسول كانه ميلاد نسخه لي انا، ان انا اتولد بشخصيه جديده، طباع جديده. ففي مقوله جميله جدا بتقول: وفي يوم مولدك سأولد من جديد. يعني كل ميلاد لحضره النبي انا كمان لازم اتولد ولاده جديده. اراجع بقى البيئه اللي حواليا، اصحابي، نفسي، سلوكياتي، طباعي، من ضمنها بقى المجموعه اللي حواليا، البيئه اللي حواليا زي الشباب. فلو هنتكمل الشباب اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، هنبدأ يعني ممكن نقول الرسول كان له حديث قوي جدا يقول: نصرني الشباب وخذلني الشيوخ. الشيوخ اللي هم كبار السن. فالحديث قوته أنه معظم الفئة اللي أمنت بسيدنا محمد هو معظمهم شباب، نادر إذا كان حولي حد من كبار السن. الشباب اللي بتكلم عن فئة من 19 ممكن 30-40، هنا دي مرحلة أو دي اسمها مرحلة الشباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا وهو شاب. فكل الأنبياء بلا استثناء كانت بعثتهم في حدود 40 سنة. فالشباب حوالين حضرة النبي هم كان لهم القوة المؤثرة ولهم القوة الكبرى، وهو اللي أسس المسجد بحيث أنه ده يكون المقر أو النقطة النور اللي هم ينطلقوا يربيهم فيها. فالكلمة اللي بيقولها ان هو خذلني الناس ونصرني الشباب، فبتقول قد ايه الشباب هم مؤثرين وكانوا قام على كتفهم الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طب اسلام، انت قلت دلوقتي حاجة مهمة قوي، ان احنا في كل مولد او بيعدي علينا سنة على المولد النبوي الشريف ممكن ان احنا نراجع نفسنا ونغير من نفسنا كأنه ميلاد جديد لينا احنا شخصيا. صحيح. طب ايه الحاجات اللي مفروض ان انا اخد بالي منها؟ انا عملت ايه وما عملتش ايه، ومين الناس اللي حواليا علشان اعرف السنة الجاية اغير من نفسي، او ان انا اقول ان دي بداية جديدة ليا؟ أهم حاجة أبدأ أشوف أكتر شيء تسبب بأذى ليا في العام الماضي. يعني إيه السقطات اللي حصلت لي، الزلات اللي صدرت مني، الخسارات اللي حصلت في حياتي دي، إيه المداخل اللي كانت لي، مين السبب اللي كان فيها؟ هل طباعي، تصرفاتي، هل شكل أفكاري، هل البيئة اللي حواليا؟ دي الطريقة اللي لازم أفكر بيها كل سنة. الإنسان يعني يقولوا كده: إن لم تتغير كل أسبوع فأنت عالي على العالم. يعني أنت لو كل أسبوع كل أسبوع مفروض أن أنا أتغير؟ طبيعي، يعني اللي هو كل جمعة اللي تسموه الجمعة ليه؟ كأن الإنسان بيجتمع مع نفسه، بيجتمع مع ربه، تجلي اسم الله الجامع. فأنت بتجتمع مع نفسك كل أسبوع، بحاسب نفسي أنا الأسبوع اللي فات ده إيه المواقف الكويسة، إيه المواقف السلبية والسيئة، إيه الضرر اللي وقع عليا. والحياة عبارة عن الحياة عبارة عن تجربة مش أكتر من كده. للأسف الغفلة اللي الإنسان وقع فيها إنه يعتقد الحياة جاي آكل، أشرب، أدخل في علاقات، أموت. دي حياة، يعني نعتذر، هي حياة الكائنات الأخرى، ده نظام حياتها. لكن أنا نفخ فيها روح. يعني منفخ فيها روح؟ يعني الله نفخ فيها من روحه وسخر لي كوكب وفي ملائكة وأنبياء ورسالات، وموضوع كبير جدا ويخض، وفي يوم حساب. هل ده فعلا عشان جاي أعمل ده؟ لا طبعا، الهدف من الحياة انه انت جاي تعرف، تحب، تتزكى او ترتقي. ده المثلث ان احنا جايين علشانه هنا، وده اللي هنتحاسب عليه في الاخر اصلا. فاحنا عندنا حديث يعني مهيب كده في جماله. الله بيحكي عن ذاتي يقول: كنت كنزا مخفيا
يعني الله بيحكي كنز يعني، فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فعرفتهم بي فبيعرفوني. فهذه أصل الحكاية، يعني اللي احنا جينا على الأرض ليه؟ الله يقول أنا كنز، في طاقة رحمة، في طاقة حب، في طاقة عطاء، طب هتروح فين؟ فخلقت خلق اللي هو احنا، فعرفتهم بي، فحاولت أن أنا أبعت أنبياء وتدبر كون وخلقت لهم طبيعة بحيث من خلال ده يتصلوا بي يفهموني يعرفوني ويشوفوا كم الرحمة اللي عندي، كم العطاء، كم الغفران، كم الحب، كم الود، فبيعرفوني. فإحنا جينا هنا نعرف ثم نعمل إيه؟ نتزكى اللي حضرتك اتكلمت فيها. عشان أوصل لله أنا لازم أتزكى، أنا عندي نفس، والنفس دي فيها أمارة بالسوء، بتأمرني بالشر وبتأمرني بالمعاصي، فأنا لازم أتجاوز الخطوات دي. فإيه اللي أعمله مع نفسي كل أسبوع؟ الصفات السلبية اللي عندي، المواقف السلبية، الأشخاص اللي حواليا، بحيث أن أصل الهدف من الحياة اللي هو قد أفلح من تزكى. طيب كتير قوي إحنا قلنا أن إحنا ممكن عندنا فرصة أن إحنا نبقى إنسان جديد أو نسخة أحسن من نفسنا. صحيح. في كل مولد نبوي، في كل جمعة، في كل وقت نقدر أن إحنا يلا أنا هبقى إنسان جديد. الله. في ناس بتعرف تعمل كده وبتكمل، وفي ناس بتعرف تعمل كده شوية وما بتعرفش تستمر. صحيح. أكيد في حاجة سر في أن بيخلي ناس تستمر وناس تانية ما بتعرفش تستمر. أكيد في حاجة ممكن أعملها علشان أفضل مكملة على التغيير اللي أنا حابة أن أنا أتغيره وأبقى أحسن نسخة من نفسي. أكيد. فإيه الحاجة اللي بتنقص الناس دي أن هم يكملوا على نفس الطريق الصح؟ لو هنشوف أساس ليها هو أن الإنسان لازم يكون رحيم بنفسه. يعني مرحلة التغيير دي مرحلة مش سهلة، أن أنا أغير، أسمع أن أنا أغير من نفسي، أنا مش بغير صفة، بغير فكرة، بغير مشاعر، فبغير تركيبة. الجسم نفسه بيتفاعل مع الأفكار وبيتفاعل مع المشاعر دي، بدليل أنه إنسان ممكن من كتر تفكيره بقى عنده صداع، إنسان من كتر الحزن بيصاب بأزمات قلبية، فمعنى ذلك أن أنا جسم بيتفاعل مع مشاعري. فأنا ما ينفعش أضغط على نفسي وعلى روحي، لازم يكون عندي خطة، لازم يكون عندي حد يساعدني إذا أنا لوحدي مش قادر أساعد ده. سيدنا عبد الله بن مسعود، بما ان احنا بنتكلم عن الصحابه وشباب الصحابه، كان في مره يعني شاف موقف قدامه فبكى، فبتسالوه بتبكي ليه؟ سالوه يعني ليه بتبكي؟ قال انه اذا الانسان او اذا الصاحب توقف عن فعل الخير فاقرب واحد ليه هو ممكن يدخل في الدائره دي معاه. فانا لازم يكون عندي اولا مستشار، بيسموه مستشار ايماني. ان المستشار الايماني ده هو متابع قلبي، عارف حالتي، عارف انا طاقتي ايه، عارف جهدي ايه، وده اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم. ان لازم يكون في حياتي شخص هو ده عارف انا اعرف اعمل ايه وايه اللي يستحق التغيير المرض وايه اللي ما يستحقش التغيير. ومن حق كل انسان يكون عنده شخص هو منطقه الامان، ان انا اعرف افضفض، اعرف احكي، اعرف ابوح باللي جوايا، بحيث انه الطاقه دي افرخها من جوايا، وطاقه القبول اللي عندي بتحسس ان انا انسان كويس وان انا في خير، ان انا انسان يعني مقبول عند بعض الناس. فالفكره انه انا ما استعجلش التغيير، يكون عندي مستشار ايماني، ثم العطاء. المثلث ده لو موجود عندي التغيير هيحصل بلطف بهدوء وعارف استمر عليه. العطاء بمعنى الصدقه، ان انا اتصدق، عندي عصافير احط لها ميه، عندي حيوانات في البيت، ابسط الحاجات بالظبط، انا ده عطاء. امنح صدقه لحد في الشارع. ليه العطاء قوي؟ العطاء بيحسس الإنسان إن أنت وجودك له معنى، وإن إحنا محتاجينك، وإنه الله بيحبك. ومهما كنت أنت شايف نفسك مخطئ، شايف نفسك سلبي، شايف نفسك إنسان سيء، ارتكبت حاجات أنا أخجل منها، أنا ارتكبت حاجات بينه وبين نفسي مش عايز أفتكرها عشان أنا بأحرج من نفسي جدا بأخجل. العطاء بيقول إن أنت برضو إنسان جميل، عندك جانب منور، في جانب إنساني يستحق إنك تعيش علشان. طب خلينا بقى نتنقل لمرحلة تانية ونتكلم عن الشباب، في يعني أهمية شباب في الإسلام، فممكن نتكلم عن جميل الجزئية دي. الجزئية دي أهمية الشباب في الإسلام، لو هنشوفها حتى من القرآن، في عندنا في سورة الكهف احنا بنقرأها كل جمعة، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله يعني سمى سورة في القرآن سورة الكهف، وبدأها بأصحاب الكهف اللي هم إيه؟ مجموعة شباب، لا هم أنبياء ولا هم أولياء، ولكن شباب كان عندهم يعني حب الله خلاهم ممكن يتنازلوا عن أي شيء في سبيل إن هم يوصلوا ويحافظوا على الحب ده لرب العالمين. أهمية الشباب إن هي دي مرحلة قوة بين ضعفين، يعني الله الذي خلقكم
ضعف. انت اتخلقت اول حاجه ضعف اللي انت طفل، وبعدين قوه اللي هو الشباب، ثم ضعف اللي هو الشيخوخه. فاهميه الشباب او مرحله الشباب هنا مرحله ان انت بتبني نفسك، تقدر يكون لك بصمه في مجتمعك، بتبني حياتك، قادر تبني اسره، قادر تطور. دي فتره انت ممكن فيها تطور من نفسك، قادر انك تكون نفسك فكريا وسلوكيا وعمليا. الفتره اللي لها بصمه، نشوف حتى الشعراء، الشعراء اتكلموا عن فترات حياه الانسان، لكن اكتر فتره مؤثره في الشعر الشباب، واشهر بيت شعر على الاطلاق ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب. يعني وانا بتحسر على ان الفتره اللي ضيعتها، صحيح ان انا ازاي ما استغلتش فتره شبابي. فلو يرجع احكي له الزمن بهدلني ازاي ان انا ما استغلتش الفتره دي. الشباب في الاسلام اهميته انه بيقوم عليه كل شيء. في يقولوا ان كنز الدول في الذهب الابيض القطن، والذهب الاسود اللي هو البترول، لكن والذهب الحقيقي هو الشباب. ما في شيء ممكن يقوم في أي مجال من مجالات الدول إلا على أكتاف الشباب. فالإسلام أدرك ده جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأت دعوته هي كلها بلا استثناء قامت على الشباب. طيب خلينا بقى بما اننا بنتكلم عن المولد النبوي الشريف، عايزين نعرف أكتر عن سيدنا محمد كان إزاي في شبابه. الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد في الشباب كان شبابه مختلف عن الشباب اللي حواليه. يعني معروف ان فترة الشباب فترة فيها طيش شوية، فيها ميول للرغبات، ميول للغرائز، دي فترة يعني للإنسان لو غلبت على الإنسان هو كده يعني شبابه انتهى، شبابه هلك، والندم اللي يحصل بعدها وللأسف ندم ما فيش منه إصلاح ولا رجوع. فحضرة النبي في شبابه كان يعني معروف عنه انه السكون، الهدوء، إنسان راكز جدا. ده كله قبل البعثة، يعني قبل ما يكون رسول. في مرحلة الشباب دي بنتكلم في العشرين، كان متأمل جدا في الكون. حتى قبل البعثة كان معروف عنه أنه ما بيحبش الظلم، يعني عنده حب لرفع الظلم عن المظلومين، عنده هوى وغرام في إطعام الطعام، أنه يكرم الناس ويطعم الطعام للفقراء والمحتاجين. ودي من أحسن الأعمال اللي ممكن إنسان يعملها في المولد النبوي الشريف. إن وكمان كان ملقب بالصادق الأمين. بالظبط، صحيح كده. نتطور شوية بقى قدام لما بدأ بقى يتاجر فأطلق عليه الصادق الأمين لأمانته، وإنسان صادق مع نفسه، صادق مع اللي حواليه، أمين على مشاعره، أمين على مشاعر الآخرين. تطور الأمر إنه حتى هو صغير يعني حامل المسؤولية. كتير من الناس ما تعرفش إن الرسول شارك في حرب. لما حصل إنه قابلته حصل عليها حرب وكان هو صغير جدا يعني، فأعمامه طلبوا منه ان هو يبعد، عندي حرب، وحرب كانت شرسه جدا، فهو رفض يعني رغم السن الصغير. وكانت وظيفته ان هو بيشيل السهام ويديها لأعمامه بحيث انهم يدافعوا عن نفسهم وعن قبيلته وعن بلده. دي كانت من الحاجات الجميله جدا في حياه الرسول في الشباب. في الشباب برضه لما تطور في الثلاثينات قبل البعثه، برضه قبل ما يكون رسول، كان بقى عنده من النضوج والصادق الامين انه انقذ قريش وبلده من فتنة كبيرة جدا. لما جاء الكعبة تهدمت بفعل الأمطار والسيول، فحصل فيها بعض الشروخ والتشققات. فلما رمموها جينا بقى عند الحجر الأسود، وليضع الحجر الأسود في المكان اللي هو موجود دلوقتي ده، دي اللي هم يعتبر الأشرف والأعلى والأعظم والأكرم ومنذ رقم واحد طبعا. فهنا بقى القبائل اختلفت وحصل بينهم داخلين في صراع، وهيبدأ بقى يحصل معارك والموضوع هيبقى بحر من الدم. فقالوا احنا هنعمل يعني ايه قانون كده، اول واحد يدخل علينا اللي هو يحكم بيه احنا نرتضي الحكم ده. فخلاص اتفقوا على كده، قعدوا في مكانهم. فكان مين اول واحد داخل بعد وقت؟ كان حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل ده ما كانش رسول لسه. قالوا له الوضع كذا كذا، ودلوقتي احنا لازم نختار اعلى حد هو اللي يضع الحجر الاسود في المكان ده. وكل قبيله وكل عيله تتمنى ان هي تنول هذا الشرف. فالرسول خلع رداء، يعني كانه كان عليه زي كنا نقول شال كده، ووضعه على الارض، واخذ الحجر الاسود حطه في الشال ده في النص، وطلب من كل جماعه او الكبير بقى من كل عيله يمسك طرف منين؟ من الشال، ويرفعوه مع بعض. فكانهم كلهم كده ايه؟ دي حكمة طبعا. يعني هو كان حكيم كمان جدا، فكانه كده الكل ساهم في انه يمسك ويرفع الحجر ده، هو اخده ووضعه في المكان الشريف اللي ايه موجود دلوقتي. فدي كانت يعني لمحات من حياه النبي صلى الله عليه وسلم في فتره شبابه. واخر حاجه ممكن نختم بها بقى في بدايه الدعوه لما وصل الأربعين، كان لسه يعني الدعوه في اول فتراتها. فامراه عجوز كبيره في السن شايله شيله ثقيله جدا،
وماشي بيها وكل شويه تقع بيها، فهو راح شالها على كتفه، انت رايحه فين؟ وجهتك فين؟ قالت له المكان الفلاني، ففضل شايلها المسافه الطويله دي ووصلها لحد باب البيت. فقالت له قد ايه انت انسان كريم وقد ايه انت انسان شهم وانسان عظيم ودرجه عاليه جدا من الاخلاق، انا انصحك نصيحه ام لابنها تفضل معاك العمر كله. قال لها اتفضلي. قالت له في واحد طالع جديد اسمه محمد. هو مين اللي واقف قصادها؟ رسول سيدنا النبي. سيدنا محمد. قال لها ماله؟ قالت له ده بقى مجنون تمام وخرج عن طوع قومه وجايب رساله جديده ما نعرفهاش وعايزنا نسيب الاصنام اللي احنا عارفينها بقى لنا 1000 سنه ونعبد الاله اللي هو جاي بيتكلم عنه. فنصيحه ام لابنها عشان انت عزيز على قلبي كده ابعد عنه، ابعد عنه، ولو جه كلمك ما تسمعلوش سيبه وامشي. فضحك، فبتضحك ليه؟ قال لها يعني الواقف امامك محمد، انا محمد. فقلت والله اشهد ان هذه اخلاق نبي، يعني انك تقف تسمع كم الكلام اللي انا قلته الغلط في حقك وانت قاعد ساكت ثابت ساكن، ده اللي يمكن فعلا ان هو يكون رسول يعني. طب خلينا نتكلم زي ما احنا قلنا الشباب في فترات طيش واخطاء وغيره. طيب ازاي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع اخطاء الشباب؟ واكيد كان بيوجههم بكل حكمه وكل رشد، فتعامل ازاي مع اخطاء الشباب؟ دي يعني كده تكون من الحاجات المهمه جدا في حياه الرسول، واحنا للاسف يعني لا ندع المثاليه افتقدناها جدا النهارده، بعيد جدا عن سنه النبي في المنطقه دي. بطبيعه الشباب، بطبيعه الطبيعه البشريه الارضيه الطينيه اللي فيه ده، انت بتغلط يعني، لكن ازاي بتتعامل مع الخطا ده؟ سيدنا النبي كان بيتعامل مع الخطا على حسب الشخص وعلى حسب مفهومه عنه وعلى حسب طاقته وعلى حسب نوع الخطا نفسه. فاكيد انسان ما يعرفش ان ده غلط مش هيحاسبه زي انسان رايح لده قاصد متعمد. اكيد الصغير مش هحاسبه ولا هعاقبه زي الشخص الراشد الفاهم. فده كان بيختلف مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا في يوم حضرة النبي كان بيصلي، في واحد جاي بيصلي معاهم والراجل طول الصلاة بيتكلم، يعني طول الصلاة بيتكلم، واحد يعتصم يرحمكم الله، واحد داخل المسجد يقول أهلا وسهلا في قلب الصلاة في قلب الصفوف والصلاة شغالة جدا. فالراجل بيحكي بيقول بعد ما خلصنا صلاة القوم يرمقونني، يعني النظرة نظرة غضب، نظرة ضيق، نظرة زهق، في كم بقى العيون اللي في المسجد 300 شخص بيبص له نظرات كلها دي وكلها يعني انا اتمنيت الارض تنشق وتبلعني دلوقتي الا واحد. بيقول انا احرقت ما اعرفش انا عملت ايه غلط. فبيقول الا النبي صلى الله عليه وسلم فناداني تعالى اقعد جنبي فقعدت. قال لا سبني ولا شتمني ولا عيرني ولا اهني ولا الكلام ده كله. وببساطه سالني ايه اللي انت عملته؟ قال له ما فيش، يعني انا برحب بالناس حتى بيعتز بيقول يرحمكم الله. فالنبي ادرك ان هو جديد، يعني هو ما يعرفش ان الصلاه ممنوع فيها ده. فهو شخص ما يعرفش ان ده غلط. هل احنا بقى بنتعامل ده مع شخص اخطا قدامنا وما يعرفش ده غلط، انا بساله تعرف او ما تعرفش؟ لكن للاسف احنا سريع الحكم على الناس. الشباب الوضع اللي هم فيه ده النهارده لانه احنا فعلا لا احنا قاسيين جدا عليهم، قاسيين جدا في التعامل مع اخطائهم. فقال له يا هذا الصلاه دي وانت واقف وتقرا فاتحه تركع سبحان ربي العظيم تسجد سبحان ربي الاعلى تجلس في التشهد كده تقول التحيات لله والصلاه خلصت. ممنوع اي كلام من كلام الدنيا، لما تخلص قول اللي انت عايزه. ده كده قال انه عشق النبي في قلبي زاد بعد الموقف ده. النبي صلى الله عليه وسلم ده بيسموه موقف، يعني انت بتربي الانسان يعني باسلوب لطيف لان هو ما يعرفش ان ده خطا. لا اطفال الرسول بيستخدم اسلوب الارشاد. انس بن مالك بيقول انا قعدت مع الرسول 10 سنين طفل وكنت بخدمه في البيت، حصل مني اخطاء، مره عملت الاكل غلط، مره كسرت اطباق، مره طلب حاجه وما حصلتش، لا نهرني ولا شتماني ولا قال لشيء لم افعله لما لم تفعله. يعني طالب ان يكون موجود صنف واثنين وثلاثه مثلا، ولما ارجع الاقي ده موجود وده كذا وده كذا، فالحاجات دي انا نسيت منها، فلما بيرجع ما بيتكلمش فيها، بس بينبهني ببساطه. هل احنا بنتعامل مع اطفالنا النهارده بنفس الطريقه دي؟ لا. وبنرجع نسال نفسنا ليه ما بيسمعوناش وما بيستقبلوش مننا؟ انس نفسه بيقول الرسول بعتني في مشوار مهم جدا وانا رايح في الطريق قابلت اطفال بيلعبوا فوقفت العب معاهم ونسيت المشوار، وبعد ساعه ونص مثلا لقيت واحد جاي من بعيد فببص لقيت حضره النبي فجي وقف معايا وانا قاعد بلعب مع الاطفال. قال يا انس اذهبت انت رحت المشوار؟ قال له انا في الطريق اهو، يعني هو المشوار كله 10 دقائق وانا بقالي ساعه. قال له انا في الطريق. قال اذهب يا انس. الموضوع يعني هو بسيط لكن احنا بنصعب الحياه نفسنا وبنرجع النهارده نشتكي كم المشاكل اللي موجوده في البيوت النهارده هي نتيجه التعامل الخطا مع اخطاء الشباب.
اخر اسلوب كان بيتعامل بيه النبي صلى الله عليه وسلم اسلوب العتاب. اه مش كل حاجه لين وكل رحمه، في حاجات تقتضي ان انا عاتب. لما سيدنا ابو ذر الغفاري حصل نقاش حد بينه وبين سيدنا بلال، فقال لسيدنا بلال يا ابن السوداء. فطبعا سيدنا بلال حزن جدا والنبي شاف الحزن في عينه، فهنا عاتب سيدنا ابو ذر عتاب قوي. قال عيرته بامه انك امرئ فيك جاهليه، يعني انت كان مخك فين انت بتقول الكلمه دي؟ ازاي ما فكرتش في الكلمه دي قبل ما تطلع منك؟ ففي مواقف كتير كان بيعاتب فيها النبي. هنا احنا بنصنف المشكلات، اذا كان المشاكل دي فيها حقوق ناس الامر بيختلف، محتاج حزم محتاج عتاب، اذا فيها اطفال الامر محتاج ارشاد، اذا فيها انسان ما يعرفش ان ده خطا او سهى عليه او ما يعني ما حطوش في الاعتبارات، ما يعرفش ان الموضوع هيوصل للدرجه دي، ففي باللطف وباللين. لسه الكلام ما خلصش، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني علشان نكمل حلقتنا، استنونا. ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا وكلامنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عايزاك تحكي لي دلوقتي عن الصحابة واللي كان ليهم تأثير في فترة الشباب، والصحابة كان ليهم تأثير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي كان له منهج كده معين مع الصحابة، انه كان بيقسم الصحابة على حسب قدرات كل انسان، يعني في مجموعة تختص بالقرآن، مجموعة تختص بالفقه وهكذا. لكن أكثر الصحابة كانوا تأثيرا يعني طبعا بلا استثناء كتير جدا، لكن أعلاهم وأولهم سيدنا الإمام علي عليه السلام، يعني ده في المقام العلي. فسيدنا علي هو يعتبر أول إنسان آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أول شاب، يعني يقول حتى أنه قبل السيدة خديجة كمان. فعندنا في رواية بتقول أن أول من آمن وأول من صلى هو علي. فسيدنا علي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار ان هو ده اقرب الناس اليه، اقرب حد لقلبه، الانسان اللي هو عارف يقول لك دراعك اليمين. فكان في منزله عاليه جدا، يعني حتى يقولوا كان لهم من اسمه نصيب علي، فكانه كان في منزله عليا. سيدنا النبي ما ربى سيدنا علي فتتعلم من النبي الشجاعه، يعني كان الشجاعه غير عاديه على الاطلاق. ده كان واحد يعتبر مش النموذج الاعظم كمان في الشباب ابدا. كان سيدنا علي هو النموذج الأعلى بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني النبي يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، فيعتبر سيدنا علي هو الوارث أو الحامل للأنوار بعد حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فده نموذج للشخص اللي أنت تأمنه على نفسك، تأمنه على روحك، تأمنه على وجودك، تأمنه على أماناتك وعلى بيتك زي ما حصل في السيرة. فده سيدنا علي. وكما عن سيدنا علي لا يطول، لأن سيدنا علي يعتبر يعني من أعظم وأكبر الرموز على ممر الإنسانية كلها مش في الإسلام بس. النموذج اللي بعد كده نموذج العلم، فده كده نموذج على المستوى الشخصي. والنموذج على المستوى العلمي سيدنا عبد الله بن عباس، ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عبد الله بن عباس بيسموه حبر الأمة، يعني هو يعتبر أعلم الأمة وترجمان القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم هو شاب وضع كفه الشريف على قلبه وقال اللهم علمه التأويل، وكأن الرسول نقل له داتا كده، يعني حاجة من روح روحك، من قلب لقلبك. اللهم علمه التأويل، فأصبح عنده مفاهيم عن القرآن غير عادية. فلما كانوا بيطلبوا منه التفسير يقول لو أنا لو أخبرتكم بما أعلمه عن القرآن لجننتم، إن القرآن ده مش مجرد كتاب سطحي ولا مجرد التفاسير أنت تسمعها، القرآن كتاب أعظم وأعمق وله معاني أنت عقلك ممكن ما يستوعبهاش. فسيدنا عبد الله بن عباس من مواقفه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هو شاب، والرسول يعني مسك ايده كده وقال انه احبك، يعني وحتى يقول له كده انه انت ازاي استحملت الكلمه دي، يعني انا لو سمعت كلمه بحبك من انسان عادي احنا بنتهز، يعني او انسان حتى انا بحبه واتمنى ان هو يعني يحبني ونكون سوا في شراكه وعلاقه، انت بيبقى اسعد يوم في حياتك. فلما انا اعظم روح اتخلقت وحبيب الله والشفيع واكثر انسان له قداسه، فيعني يقول لي كده انه احبك يعني. فقال انه اعلمك كلمات، وعشان الحب ده انا هعلمك اني اعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. هنا حس بخصوصيه فاهتم جدا بموضوع العلم، واصبح ان هو واحد من اعلم الامه على الاطلاق، له تفسير اسمه تفسير عبد الله بن عباس. فده نموذج علمي. النموذج الثالث
نموذج الحب بقى القلب. أسامة بن زيد ده صحابي 18 سنة، من مواقفه وإخلاصه لحضرة النبي فالنبي سماها الحب ابن الحب، يعني حبيبي ابن حبيبي، بلغتنا احنا النهاردة الغالي ابن الغالي. فسيدنا أسامة من حب النبي لي ومن حب، أنا لما أرتبط بإنسان باخد من طباعه، باخد من صفاته. يقول لك ليه اللي بتكلم على الشريك؟ الشريك ده اللي هو صاحبك، ده شريك اللي أنا بحبها أو بتحبني، ده شريك. الشريك ده لازم تشوف أنت طاقة حبك راحة فين، لأنه هيفتح من قلبك لقلبه كده مسار الصفات راحة جاية. الصاحب ساحب ومن جالس جانس. أنت لما تقعد مع حد انت غصب عنك مغناطيس طباعنا بتلقط من بعضها. فهتقول من عشر لكم 40 يوم يعني. فسيدنا أسامة أخذ من الرسول شجاعة وقوة غير عادية جدا، 18 سنة بيتولى أنه يحمي المسلمين، كأنه منصب وزير دفاع في خلال 18 سنة وزير دفاع، يعني مسؤول عن حماية البيوت والأعراض والأرواح. فبعض من الصحابة كبار السن ستينات سبعينات تمانينات اعترضوا، لا يتولى من هو أعلى أو أكبر من أسامة سنا. فهنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله غضب، يعني نادرا لما كان بيتعصب صلى الله عليه وسلم، بقوله غضب، غضب شديد جدا. قال ما باله بعض القوم يلومونني في اختيار أسامة، والله إن أسامة لأحب الخليقة إلى الخليقة إلى قلبي، واحد من أحب مخلوقات الله إلى قلبي، فتزاي تلومني في أسامة يعني. وبعدين يوصاهم يعني أوصيكم خيرا بأسامة بن زيد. ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وجي بعدها سيدنا أبو بكر، كمل سيدنا أسامة في المنصب بتاعه. فإزاي يبقى عنده 18 سنة ومسؤول إنه يحمي قائد جيش، يعني قائد جيش. النهاردة مش هقول 18، هو 28 سنة 38 سنة وبنفشل في إدارة بيوت وبنفشل في إدارة علاقات. ده إن دل يدل على قيمة الشباب والتربية في مرحلة الشباب، أثارها ممتد لحد فين. طيب هنتكلم دلوقتي عن فكرة القيادة والشجاعة، إزاي ده كان موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. علموا طبعا اللي حواليه وبكل لكل الصحابة اللي كانوا موجودين حواليه، وخصوصا الصحابة من الشباب زي ما ذكرت دلوقتي. هو ده موجود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القدوة، هو المربي، هو القائد الأول. ولما نتكلم عن القيادة عن الشجاعة، احنا سبحان الله ذكرنا في أول الحلقة أن الرسول كان ساهم في حرب وهو يعني شاب صغير جدا، يعني حتى قبل مرحلة العشرينات. فدخلنا عند حضرة النبي من القوة من الشجاعة كتير جدا. لكن رب حد زي خالد بن الوليد مثلا، سيدنا علي بن أبي طالب، تعلم الشجاعة من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في حرب في خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال غدا أعطي الراية لرجل يحبه الله والرسول ويحب الله والرسول. كل الصحابة بلا استثناء هم قاعدين منتظرين من الشخص ده، أصل دي شهادة، هو أنت كده ضمنت كل حاجة حلوة في الدنيا وفي الآخرة. أنا ممكن أقول أن أنا بحب الله وممكن أقول أن أنا بحب سيدنا النبي، لكن أن الله يقول أن هو بيحبني دي ما الله أعلم، وأن الرسول يقول أن هو بيحبني، فهي دي الجائزة اللي كل بيدور عليها. فكل الصحابة قاعدين محدش نام، يعني اللي هو مين تاني يوم بقى اللي واخد. وبعدين أنا ممكن أقول بحب الله لكن أنا شخص كذاب في المحبة دي، أفعالي تكذب الحب ده، تصرفاتي مع الناس ما تقولش أنا بحب ربنا، كم الحقد والغل اللي حواليا ما يقولش أن أنا بحب الله ورسوله. اعتراضي على أقدار الله ما لهاش علاقة بحب الله. بعد عن سنة النبي، بعد عن أن أنا يكون قلبي زي قلبه، أفعالي غير كلامي، فده كان بعيد عن الحب. فقال غدا أعطي الراية، القوة والشجاعة لراجل قلبه مليان حب الله والرسول، هو بيحب الله والرسول حب صادق. كله قاعد منتظر، جيت تاني يوم فالرسول قاعد، فكل الصحابة قاعدين إيه، كل حد قاعد يعني اللي هو بيحاول يرفع نفسه شوية بحس إنه يخطف النظر. أنا فقال أين علي؟ فقال يا رسول الله به رمض، يعني عينه تعبانة شوية من الجو. فقال أتوني بعلي. فجاء سيدنا علي عليه السلام، أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم، مش يد يعني حرك يده الشريفة على عين سيدنا علي، فسيدنا علي أصبح يرى أفضل مما كان، ودي كانت من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطى الراية سيدنا علي. كما عن القيادة، هو لازم أنا يكون قدامي القائد. الصحابة يقولوا كنا إذا حمي الوطيس، يعني إيه؟ يعني إحنا في كرب وفي حرب وفي مشاكل لا يعلمها إلا الله، احتمينا برسول الله، لأنه كان الأول في كل حاجة، مش بيصدركم وأنا قاعد ورا. في أزمة هو أول واحد بيتدخل يحل، في حد جاي يعني بيحاول أنه يأذينا
أول واحد بيطلع بنفسه يحاول يحمينا هو كان النبي صلى الله عليه وسلم. فأكيد الصحابة لما وصلوا للمرحلة دي من القوة من الشجاعة زي سيدنا علي زي سيدنا خالد بن الوليد وصلوا لها بمرحلتين. المرحلة الأولى أنه أنت لي قدوة قدامي هو حضرة النبي، احتمينا برسول الله. يعني في جيش وإحنا بنتقتل هو كله بيستخبى وراه، يعني تخيل هو واقف لوحده وكل الجيش الألفات دي موجودة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كان القدوة والمعلم ومنحهم مزيد من الحب والثقة. طيب خلينا نتكلم بقى على شباب الوقت اللي احنا فيه دلوقتي واختياراتهم، ممكن يكونوا ما عندهمش الطريقة الصح لاختيار أصدقائهم، لاختيار القدوة، لاختيار حاجات كتير قوي في حياتهم، فعايزين نحاول ان احنا ننور لهم شوية في حتة ازاي اعرف ان انا ماشي في الطريق الصح او بختار صح في اي حاجة انا ماشي فيها. كان يقولوا كده على الشباب، وده واحد من اجمل الوصف اللي وصف به الشباب، ان الشباب هو نصف طفل ونصف رجل. يعني هو محطوط في منطقة هو بدأ يفقد براءة الأطفال وبدأ يكتسب يعني حكمة الكبار، وللأسف ده مفقود. إحنا هنا بنفقد البراءة وللأسف بنفقد الحكمة. حتى يعني العنوان جميل الصحابة، يعني الاسم نفسه يعني إيه صحابة؟ أصحاب. يعني أعظم وصف الجيل ده اتوصف بيه إن هم الصحبة، إن هم أصحاب. فده إن دل يدل على خطورة الشخص اللي هيكون معاه في الطريق. وإنت عشان توصل لربنا فعلا محتاج حد معاك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإنت محتاج روح كده تساعدك وتشدك وتاخد بإيدك إلى الله. سيدنا علي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى طلب صاحب، هارون أرسل معي أخي هارون، سيدنا موسى طلب الخضر إنه يكون معلم ومرشد لي في الطريق. فأنا في الحياة دي محتاج واحد، محتاج واحد يحب، محتاج واحد يصاحب، أنا مش محتاج أكتر من اثنين في الحياة. فالصاحب ده للأسف هو مبني على بيئة، وإحنا النهاردة البيئة صعبة. يعني أهم حاجة في الاثنين يكون صادق. بالظبط، صاد صاد، يعني صاد صاحب صاد صدق، إنه يكون صادق في حب لي، صادق في مراية. سيدنا عمر يقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي، يعني أنا عايز صاحب يعني يكون هو مراية ليا. احنا النهارده في موضوع الصحبه للاسف احنا مضغوطين، الشباب مضغوط بايه؟ كنت قلتها قبل كده انه الشباب مقلد وكل ما يستهويه هو بيقلده. فالنهارده لو بصينا على واحد بيحب لاعب كره فبيقلده في تفاصيل حياته كلها، بالظبط، لابس الرقم بتاعه، المشيه بتاعته، ستايله، تسريحته. اكتر شيء بقى بيلفت نظر الشباب هي البيئه اللي حواليه، في النادي، في الشارع، في اللعب. فالضغط الرهيب اللي واقع عليه انه معاهم ولازم يقلد. الدنيا بقت منفتحه قوي، بقت شايفه كل حد بيعمل ايه في حياته طول الوقت، فانا برضو النفس اماره بالسوء. احنا مشكلتنا اصبحت دلوقتي، احنا ما كناش كده، لكن بقينا كمصريين بنتشرب اي ثقافه خارجيه بسرعه رهيبه جدا. احنا كنا الاول مؤثرين، يعني احنا كشعب كان ثقافتك مؤثره، دخل عليك فرنسيين وانت ما تأثرتش بثقافتهم، بالعكس هم عاشوا معاك واختلطوا معاك. تعرضت للاحتلال الانجليزي وانت ما تأثرتش بالثقافه الانجليزيه، بالعكس انت أثرت فيهم واقاموا معاك. لكن في المرحله دي بالعكس احنا متأثرين جدا. فاصبح الشباب في مشكله في اختياراتهم، في بيئتهم، في طريقه تفكيرهم، حتى في اهتماماتهم الحياتيه، في طموحاتهم. مين النهارده عايز يكون نافع ومفيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيربي الشباب قال حديث، يعني الواحد لما احيانا بيحزن على نفسه ولما بيسمعه، ان الله لا يعجب من شاب ليست له صبوه. يعني ان الله لا يعجب، حاجه بتعجب ربنا جدا ان شاب ما عندوش صبوه. يعني ايه؟ ان فتره شبابه مش انحراف، شرط فتره شبابه مش كلها لهو، مش كلها لعب، مش كلها ميول واتباع غرائز، ده موجود، بس هنقول بنسبة 30% 40% والستين انه عنده طموح عايز يطلع وظيفة معينة يخدم الناس ويخدم حبيبه ويكون مشرف لعيلته، هو ده معاش موجود النهاردة. فأنا عشان أختار صاحب هو لازم أركز على البيئة،
اللي احنا فيها اصلا. هو مش هينفع يختار، احنا لازم نهيئ البيئه دي ليهم. يعني ده بقى اصبح كدور علينا احنا ان نهيئ للشباب دي البيئه اللي هم فعلا يكونوا فيها هم اصحاب لبعض، كما النبي صلى الله عليه وسلم بنى كده مؤسسه كان بيجمع فيها الشباب دي، يقدروا ان هم يختاروا، كل واحد يختار رفيقه من خلالها. طيب عايزه اسالك على حاجه برضو، يمكن شباب كتير دلوقتي بيتفرجوا علينا وبيقولوا انه انا خلاص عملت حاجات كتير قوي ومش عارف ابتدي منين، ومش عارف اذا كان ربنا هيسامحني على غلط قبل كده ولا لا. ف يعني عايزين نديهم امل انه كل يوم تقدر تتغير، وكل يوم تبقى احسن من اللي قبله، وتبقى بتعمل الحاجات دي وانت ناسي او سايب اللي فات ده، لان ربنا غفور رحيم. الله، اجمل حاجه في الحياه والله السؤال ده، واعظم حاجه يعني ربنا عارف الطبيعه، عارف طبيعه البشر، وعارف ان احنا خطئين، وعارف ان هو خالقنا، وعارف ان احنا هنغلط، وعارف ان الانسان ضعيف. الله له اكتر من 99 اسم، اكتر من تلتين الاسماء دي بتتكلم الجزئيه دي. ان انا مهما ارتكبت انا بحبك، مهما وقعت في اخطاء، ومهما انت شفت انك مشوه، بس انا بحبك. الله سبحانه وتعالى بيقول في الحديث، يعني انا عشان كشاب اقدر اوصل للنقطه دي لازم اسامح نفسي، وأعرف إن دي طبيعة، يعني دي طبيعة فيا. أنا مش مثالي، أنا مش ملاك. لو فهمت نفسي هعرف أمشي في الطريق ده. ده جزء من طبيعتي، إن أنا لازم أغلط، وأغلط علشان أعرف أفهم هو أنا ليه وقعت في الغلط ده، عشان أنا عندي نقطة ضعف في كذا، عالج نقطة ضعفك دي. الهدف من الوقوع في الأخطاء وخلق الذنوب مش إن أنا أجلد ذاتي. الله لما خلق ذنب أيا كان شكل الذنب، خلقه علشان تكتشف من خلاله نقاط ضعفك. يعني إنسان عنده بيت، فحصل له اختراق إن حد دخل سرق البيت ده، فاكتشف إنه بيسيب دايماً الشباك مفتوح. في خطأ حصل مني، بس اكتشفت منبعه اللي هو الشباك ده، فلازم أقفله. فالفكرة إن إحنا بنفضل مركزين مع الخطأ وبننسى الأكبر، اللي هو أنا ليه غلطت الغلطة دي؟ هل وجود أصدقاء سوء في حياتي إبعد؟ إن أنا عندي ميول معينة أعالجها، إن أنا عندي ضعف في حاجة معينة، فكرة غلط أصححها. ده الجزء اللي اتجاهي 50% بتاعتي أنا. لازم أفهم دي طبيعتي، وإن أنا بقع في الأخطاء علشان أعرف الطريق. 50% الباقية اللي أنا أفهم ربنا، إن الله رحمته سابقة. الله لما يقول إنه أنا فاتح بابي بالنهار ليتوب مسيء الليل، وأفتح بابي بالليل ليتوب مسيء النهار. ارتكبت غلطة بالليل، الصبح الباب مفتوح لك. لو ارتكبت أبشع شيء بالنهار، بالليل الباب مفتوح لك. فالباب مفتوح 24 ساعة. شاب بيسأل السيدة رباعة العدوية، يعني متى يفتح الباب حتى أدخل أستغفر الله؟ قالت له ومتى أغلق الباب حتى يفتح؟ بقول لها إمتى أدخل على ربنا علشان إن أنا أتوب وأتطهر وأبدأ من جديد؟ قالت له عمره ما اتقفل عشان دوره بيتفتح إمتى؟ تمام. الله في القرآن يعني دايما عادته كده بيربط اسماء حسنى لها قوه ببعضها. حي قيوم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، عزيز حكيم، علي عظيم. فالاسماء دي لها ارتباط ببعض، بقوه، غفور رحيم، انا هسامحك وكمان مش هحاسبك، يعني كده. جه بقى في ايه ربط اسم الغفور باسم الودود. الغفور معناه ان انا ارتكبت خطا ومحتاج ان المسامحه، ربنا يغفر. والودود جاي منين؟ من الحب. فايه علاقه اسم الودود باسم الغفور؟ وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ايه علاقه الغفور بالودود؟ ايه بقى المفروض انا اقول وهو الغفور الايه؟ يعني الرحيم. الرحيم بالظبط، هي دي التركيبه الصح. ازاي هنا التركيبه اختلفت؟ وهو الغفور الودود. الغفور انا ارتكبت خطا يستحق التوبة ويستحق طلب السماح من الله، والودود ده معناه أعلى درجات الحب. وهو الغفور الودود معناه أنك كإنسان مهما ارتكبت من أخطاء، مهما ارتكبت من ذنوب، مهما ارتكبت من معاصي، أنا أحبك. الله، مش أحبك حب عادي. طب عايزة أسألك على حاجة دلوقتي. إحنا قلنا في الأول أنه ممكن أكون غلط وأنا مش عارف أن ده غلط. نعم. فهقول يا رب اغفر لي، أنا ما كنتش عارف أن ده غلط. في ناس يعني غلطت عارفة ده غلط، بترجع تاني، ممكن تغلط وترجع تاني،
لازم برضو نأكد معلومة ان ربنا بيغفر وبيسامح، وطول ما انت عندك النية صافية، صح؟ صحيح. مش بس لازم تبقى مش عارف ان ده غلط، ما انت صحيح. ممكن تبقى عارف بس مش قادر، او نفسك امرتك بحاجة انت ما قدرتش ان انت تبعد الحاجة دي او اللي دار في دماغك، فربنا برضو بيغفر في الحالات دي. اكيد الله غفور على طول المدد. الله يقول في الحديث ان رحمتي سبقت غضبي. يعني الرحمة دايما هي بتسبق الخطأ. ليه بقول ان معرفة الله مهمة او معرفة رحمة الله مهمة؟ وفي ناس يعني احنا شبعنا كتير كلام عن عذاب الله وانتقام الله وغضب الله، وده خطاب اخذ وقت طويل جدا وأثر بشكل كبير جدا. ده موجود ماشي تمام حتى لا يتمادى أحد، لكن اللي احنا محتاجينه الفترة دي في وسط تلوث المفاهيم وضيعها، إن أنا أفهم إن الله فعلا رحمته هي اللي بتغلب وهي بتسبق. لأن لما أفهم الله ورحمته أنا أقدر أسامح نفسي. السبب اللي حضرتك ذكرتيه ده إنه بيخلي إنسان يعني ممكن ما يقدرش يسامح نفسه، أو الفكرة دي مش قادرة تخرج من دماغه، إنه بي بي بيغفل عن مدى ان الله غفور رحيم، وان الله على طول الطريق هو مسامح، طول الطريق هو يعفو. لا الشيطان لما دخل في تحدي مع الانسان مع ابن ادم، فبدخل في تحدي بيقول لله: وعزتك وجلالك لاغوينهم ما دمت دمائهم تجري في عروقه. طول ما ابن ادم ده في نفس انا مش هسيبه. بس برضو جهاد النفس لازم يبقى موجود. فأنا هفضل وسوس له لغاية ما أخدم عليا النار. فالله يقول: وعزتي وجلالي لأستغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. طول ما هو عنده النية زي ما قلتي، طول ما هو نفسه حتى لو مش قادر، بس مجرد أن أنا عندي النية. إحنا عندنا حديث رهيب: نية المرء خير من عمله. يعني أنت لو فعلا عندك النية دي اعتبر إن الله رضى عنك. بس أنا فعلا ضعيف مش قادر وجاهد نفسي وبقع، يعرف إن برضو الله رضي عنه. طب آخر حاجة عايزة أطلبها منك، عايزة دعاء يدعو الشباب علشان يقدروا يبعدوا عن أي حاجة غلط، ويقدروا يختاروا حياتهم الصح، ويقدروا يبتدوا بداية جديدة كل يوم. الدعاء يساعدهم على إن هم يكملوا حياتهم بشكل صح. يعني فين حابين نتكلم عن الشباب وفي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقد إن أجمل دعوة هتكون دعوة شباب من القرآن أصلا. يعني إيه دعوة الشباب؟ كانت دعوة الشباب اللي هم أهل الكهف أو فتية الكهف أو شباب الكهف، اللي قالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ده أصلا من ضمن الأوراد اللي بيستخدموها أهل الله في إن الإنسان ربنا يرشده لأي شيء هو ضل عنه. يعني أيا كان أي قرار أنت عايزه في حياتك يصيب، أي حاجة راحت من حياتك وعايز تستردها بأحسن ما يكون، أي كسر انكسرت وعايز جبر، فبنقول الآية دي: ربنا آتنا من لدنك رحمة. هو دعاء ويكون دعاء قرآني: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ده يكون دعاء أساسي. والإنسان يطلب الله بقى بلسانه وبلسان قلبه كده: أن الله يرزقنا صحبة صالحة حتى الجنة، وأن الله جل جلاله يعني يرزقنا صحبة صالحة ويجعلنا لغيرنا صحبة صالحة. إسلام شعيب الداعية الإسلامي، شكرا ليك، نورتنا النهاردة في عيش سعيد، وكل سنة وانت طيب. حضرتك أطيب الجمهور يا رب. شكرا ليك، كل سنة وحضراتكم طيبين. نشوفكم أكيد في حلقات تانية من عيش سعيد. باي باي.